يأتي ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم ويقتل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في محراب عبادته هذه تصفية للشخص ويأتي هنالك رمز كبير هذا الرجل رمز كبير ويؤمن به قطاع كبير يستلهمون منه، ويعتقدون بآرائه، وربما يقتلون في خطه في عمليات انتحارية، يأتي هذا الشخص ويقول في من.. في ذلك الرجل الذي قال النبي الاعظم صلى الله عليه واله في صحاح المسلمين، لاحظوا كتب الصحاح، النبي صلى الله عليه واله قال لعلي صلوات الله عليه حربك حربي وسلمك سلمي. النبي صلى الله عليه واله يقول من حارب هؤلاء فقد حاربني ويشير إلى علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم هذه موجودة في صحاح المسلمين يأتي هذا الرمز الكبير ويقول في كتابه إن علي بن أبي طالب لم يكن يحارب لاجل الله، وانما كان يحارب من اجل ذاته، الذي يقول النبي صلى الله عليه واله حربه حربي، يعني الحرب مع علي بن ابي طالب هذه حرب مع النبي الاعظم صلى الله عليه واله. في صحاح المسلمين النبي صلى الله عليه واله يقول ان عليا يقاتل على تاويل القران. الذهبي وهو من كبار نقادهم صحح هذا الحديث وقال انه صحيح على شرط الشيخين. الحاكم في مستدركه يقول ان هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم ما اخرجاه، مع ان هذا الحديث جامع لكامل الشروط، الذي يقول له النبي صلى الله عليه واله تقاتل على تاويل القران كما قاتلت على تنزيله. هذا الرمز الكبير يقول: ان علي بن ابي طالب لم يكن يقاتل من اجل الله، وانما كان يقاتل من اجل ذاته. هذه مو نوع من انواع الحرب على من هو نفس رسول الله صلى الله عليه واله. لعله هذه اللغه المشدده التي نجدها في هذه الاحاديث فويل الويل لعله بمعنى الهلاك ولعله بمعنى بئر في جهنم فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي، اغتيال الشخص نوع من أنواع القطع، واغتيال الشخصية نوع آخر من أنواع القطع.